احباب القلب طلابنا طلاب جيل 2007 وجيل 2008 يا مراحب تعالوا انا وياكم اليوم نبلش برحله التاسيس الرحله التاسيسيه ما تخلى التوجيه سواء كنت طالب 2007 سواء كنت طالب 2008 الموضوعات اللي راح اعطيك اياها هي, هي موضوعات اساسيه معك في الماده لازم تكون موجوده معك سلاح قوي باذنه تعالى قبل البدايات استاذي أه كل طلابنا جيل 2007 وجيل 2008 بدي اياك تدخل على هذا اللي جروب ابعث مسج ابعث مسج على هذا اللي جروب ابعث مسج الرجاء انكم تضيفوني على الجروب تبع جيل 2007 وجيل 2008 هذا اللي جروب من خلاله رح نتواصل مع بعض هذا اللي جروب من خلاله رح ننزل اوراق عمل و و و و و اوكي طبعا دوسيات التاسيس هيها رح نشرح عليها الان لجيل 2007 وجيل 2008، المفروض انها تكون في جميع المكتبات التابعه لجو اكاديمي خلال هذا الاسبوع، خلال هذا الاسبوع، تمام. أه يعني اخترت اني ابلش معاكم بدرس اسمه الاساليب الانشائيه. اخترت اني ابلش معاكم يا طلاب جيل 2007 وجيل 2008، بدرس اسمه الاساليب الانشائيه وهذا الدرس مهم جدا 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 وسهل وخفيف ولطيف تمام الان كل انسان له اسلوب حبيته ما حبيته زنخ خفيف دم الى اخره وكذلك الجمل في اللغه العربيه كل جمله لها مسمى لها اسلوب بدي أعطيكم اليوم الأساليب المين الإنشائية وهذا تكون الدرس الأول التأسيسي راح يكون عنا الدرس التأسيسي الأول راح يكون عنا الدرس التأسيسي الأول اللي هو في الأساليب المين الإنشائية يا أحباب قلبي أنا يا أحباب قلبي أنا الدرس الأول الأساليب الإنشائية حلو والأساليب الإنشائية يا حبيب القلب تقسم إلى قسمين والأساليب الإنشائية يا حبيب القلب تقسم إلى قسمين أسلوب إنشاء طلبي أسلوب إنشاء طلبي وأسلوب إنشاء غير طلبي الأساليب اللي بدي إياها منك سواء كانت طلبي أو غير طلبي سبع أساليب سبع أساليب خمسة منهم طلبي اثنين منهم غير طلبي لعد الأساليب الإنشائية بدنا ناخذ أنا وإياكم الآن يا أحباب القلب مسمياتها الأساسية تقسم إلى قسمين أساليب إنشائية طلبية وأساليب إنشاء غير طلبي حلو الكلام حلو الكلام حلو الكلام الأساليب الإنشائية الطلبية يا حبيب القلب هي واحد واحد النداء نرجع له اثنين الاستفهام نرجع لها ثلاثة التمني نرجع له أربعة الأمر نرجع لها خمسة النهي يلا الأساليب الإنشائية الطلبية خمسة والأساليب الإنشائية الغير طلبية التعجب والتعجب قسمين سماعي وقياسي والقسم اها هي التكسي لعاد نحن في عنا أنا وياكم سبع أساليب سبع أساليب خمسة طلبية واثنين مش طلبيات أوكي طلبي وغير طلبي طب أستاذي ممكن أعرف كيف بيجي السؤال السؤال أستاذ بيجي كالآتي يا حياتي يا طلابنا ويا أحباب قلبنا بجيب لك جملة بجيب لك جملة بحكي لك ما اسم الأسلوب المستخدم هلا الأساليب هاي تخرج إلى معاني بلاغية هاي رح نأخذها لقدام هلا خلينا بس على ما اسم الأسلوب المستخدم طبعا للتذكير طلاب جيل 2007 طلاب جيل 2008 أستاذ من الآن أنت بدك تبلش تدرب حالك على الكتابة يعني يا ريت كل حصة نحن نأخذها تأسيسية إنك تجيب دفتر وتكتب عليه مدخل إلى المادة وتكتب معنا اول باول اها هاي مهمه جدا انك من الان تدرب حالك على مين؟ على الكتابه وبدي اياك تعرفوا كمان انه نحن راح نبلش دورات مبكره دورات راح تكون هاي الدورات مبكره يعني نقدر نحكي ب 1 6 راح تكون لجيل 2007 ولا جيل 2008 فبهاي المرحله اللي نحن ماشيين فيها الان اكتب معنا عود حالك على الكتابه اوكي لعد الاساليب الانشائيه تقسم الى قسمين اساليب انشائيه طلبيه واساليب انشائيه غير طلبيه الطلبي خمس اقسام نداء استفهام تمني امر نهي هون تعجب قسم حلو الكلام تعالوا الان انا وياكم ناخذ دلالات مفتاحيه تعالوا انا وياكم ناخذ مفاتيح راح اكتب مفاتيح صغير وبعدها نروح انا وياكم لجمل يلا النداء بدك تشوف حرف نداء زائد منادى بدك تشوف حرف نداء زائد منادى واحرف النداء بدي اياها معك يا ايا اي و هذول احرف نداء بدي اياها تكون معك يا شباب أيا شباب أي بني واحد صوتاه. الاستفهام اداة استفهام هل أين كيف كم متى آه. التمني لو وليت التمني لو وليت الأمر فعل أمر فعل أمر أدرس أكتب النهي لا زائد فعل مضارع مجزوم مبدوء بحرف التاء بيكون بصيغة المين الأمر هلا بنرجع لهم التعجب إما على صيغة ما أفعله أو على صيغة أفعل به أو تعجب سماعي جملة فيها لفظ الجلال بتدل على الدهشة والانفعال القسم الواو الباء التاء زائد لفظ الجلالة بكسر الهاء زائد لفظ الجلالة بكسر الهاء كل هاي مفاتيح انا وياكم اخذناها عشان نميز هاي الاساليب طب تعالوا هسا كلكم معي هون يلا تعالوا كلكم معي هون يلا بدنا نحط سؤال اللي هو ما اسم سؤال ما اسم الاسلوب المستخدم في العبارات الاتية قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ هي اول جملة قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ قال تعالى: والعصر إن الإنسان اللي فيه خسر يلا ثلاثة ما أقبح الاحتلال ما أقبح الاحتلال اكتب معاي أربعة لا تصاحب الأشرار أربعة لا تصاحب الأشرار خمسة، ادرس جيدا، ستة، ليت الاحتلال يزول، آمين، سبعة يا حبي، ما شاء الله ثمانية، لا تتأخر في تلبية نداء الوطن. تسعة، تسعة ما انتفاع أخي الدنيا بناظره عشرة أكرم ضيف إحداش ناخذ انا وياكم يا احباب القلب لو تلك الفترة من عمري تختفي 12 والله إنها آفة اجتماعية يلا يا أحباب القلب مع بعض, بعض تعالوا أنا وياكم نحل هسا إذا بدك توقف الحصة وتحلهم أنت وتصلح معي مش غلط يلا ما اسم الأسلوب المستخدم في الجمل الآتية يا أحبابي قضيبي أنا يلا قال تعالى هل من خالق غير الله هذا اسمه أسلوب إنشاء طلع كيف الإجابة طلبي أيوة ماذا يفيد يفيد الاستفهام أسلوب إنشاء طلبي يفيد الاستفهام قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر هاي واو القسم هاي واو المين القسم لعد هذا أسلوب إنشاء غير طلبي يفيد القسم ما أقبح الاحتلال ما أفعل آه غير طلبي تعجب ما أفعل غير طلبي تعجب لا تصاحب الأشرار فعل مضارع مجزوم جاء على صيغة الأمر صيغة الأمر لا تصاحب الأشرار هذا طلبي نهي طلبي نهي ادرس جيدا فعل امر ادرس جيدا طلبي امر ليت الاحتلال يزول امين طلبي تمني ما شاء الله تعجب سماعي غير طلبي غير طلبي يلا لا تتأخر في تلبيه نداء الوطن. طلبي نهي. لا تتأخر في تلبيه نداء الوطن. ما انتفاع أخي الدنيا بناظره. بسأل سؤال ما انتفاع أخي الدنيا بناظره؟ أكرم بضيف أفعل بي. آه تعجب غير طلبي. الصيغة الثانية أفعل بي. لو تلك الفترة من عمري تختفي، لو أن تلك الفترة من عمري تختفي، يلا هذا غير طلبي، عفوا أو طلبي، لو طلبي، التمني، يلا والله إنها آفة اجتماعية، هذا غير طلبي، قسم، غير طلبي، قسم. تمام هلا الكل بده يجيب دوسيات التاسيس اللي هي رح تكون في كل مكتبات المملكه التابعه لجو ونحن بلشنا بصفحه رقم خمسة بلشنا بموضوع اسمه الاساليب قلت لكم الاساليب نوعين اساليب انشائيه وغير اساليب انشائيه طلبيه واساليب انشائيه غير طلبيه بالنسبه للطلبي في عنا النداء في عنا الامر في عنا النهي في عنا التمني في عنا الاستفهام بالنسبة للغير طلبي في عنا القسم وفي عنا المين التعجب أوكي الآن النداء بدك تشوف حرف نداء يا أيا أي و زائد منادى وحسرتاه ومعتصمان يا رافع عن راية الشورى هذا أسلوب إنشاء طلبي يفيد إيش يحب النداء الأمر بدك تشوف فعل أمر أدرس جيدا انتبه أمامك النهي لا زائد فعل مضارع مجزوم غالبا مبدأ بأي حرف بالتاء لا تصاحب الأشرار التمني لو ليت ليت الاحتلال يزول الاستفهام بدك تشوف أداة استفهام هل أين كيف كم متى ماذا لماذا القسم والله بالله تالله تعجب ما أفعل وأفعل بي هذول سميناهم الأساليب اه كيف بيجي السؤال بالوزارة ما اسم ما اسم الأسلوب المستخدم بدك تعطي اسم معين هذه الأساليب هذه الأساليب تخرج إلى معانٍ بلاغية هاي رح نحكي فيها لقدام يعني نحن هلا اخذنا مسميات الاساليب ولقدام بدنا نحكي بمعانيها المين البلاغيه هاي كانت حصه تاسيس رقم واحد حصه تاسيس رقم واحد خفيفه لطيفه تنسوش كلكم تنضموا لهذا اللي جروب على هذا الرقم ضيفنا على جروب 2007 2008 بدنا البدايات تكون قويه بدنا البدايات تكون نار بالنسبه للدوسيه ان شاء الله رح تكون في كل مكتبات المملكه التابعه لجو اكاديمي دوسيه التاسيس، صارت جاهزه، اتوقع انها في المطبعه او انتهت، باذنه تعالى آآ آآ راح يكون عنواننا نعم، مثل ما هو مروس عندك متعه التعليم او متعه اللغه العربيه مع الحواري، طبعا مع الحواري بلس طلاب الحواري. فانا واياكم بدنا نكون بعلاقه تبادليه، علاقه جميله، علاقه ثنائيه، بدنا نبدع، بدنا نجيب اهداف اوروبيه، بدنا نقطع التوجيه مع بعض بإذنه تعالى أحباب القلب هذه كانت الحصة التأسيسية الأولى الهادية الرائقة وبإذنه تعالى كل حصصنا راح تكون مثل هيك بدي إياك زندك تشغل لي يا تكتب الله يرضى عليك لا تكون انطنجر ولا تكون إهبل زندك جهز لي يا يكتب جهز حالك على الاستعداد النفسي والاستعداد البدني الكتابة مهمة جدا وبإذنه تعالى راح تكون أه أه معاي مرتاح بماده اللغه العربيه سواء كنت طالب جيل 2007 او كنت طالب جيل 2008 نار يا حبيب القلب نار احباب القلب جيل 2007 وجيل 2008 حبك في قلب الحوار مشعشع شرار بايات هايات قلوب قلوب وسلام عليكم